اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيكي وبكل اعلام مصر اللي موجود بيغطي حاجه مهمه جدا زي حدث كبير زي ده النهارده. شكرا جزيلا لحضرتك. دكتور يسري، النهارده على هامش مؤتمر جمعيه رجال الاعمال، حضرتك اتكلمت عن ضروره يعني وجود قانون جديد للاستثمار بدل القانون الحالي، فحضرتك شايف ايه هي بالظبط السلبيات الموجوده في القانون الحالي والتشريعات اللي واجبه انها تتغير؟ في الحقيقة يمكن مصر على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة، وده موضوع مهم جدا، ومن ضمن الحاجات الأساسية أن يكون عندنا نظرة على التشريع. التشريع لازم جزء يخص الاستثمار والمستثمرين، وجزء منه في الاستثمار بيتعلق بالصناعة والتجارة والاقتصاد. الاستثمار داخل في كل المشروعات وكل القطاعات. في الحقيقة احنا كان عندنا قانون 1772 لسنة 17، واحنا يمكن حصل تعديلات كتير وبيحصل تعديل كتير جدا في القوانين. انا بتصور من وجهة نظري بعد ما مرينا الظروف الصعبة جدا، أحداث سياسية وأحداث جيوسياسية وظروف وتحديات ونظرة جديدة لأجيال جديدة من المنطقة الصناعية، ومحتاجين ندخل تكنولوجيا رقمية وعندنا استثمارات جديدة جاية لمصر، محتاجين نحاول نطلع قانون استثمار جديد. القانون ده يتم يعني صياغته أو الوصول إلى يعني التحديات ووضعها بحلول قانونية، ويطلع القانون مع لائحة تنفيذية في شكل قابل للتطبيق حتى لا يشوب العوار ولا يحتاج إلى تعديل كل فترة، اللي بيأثر على قرارات المستثمر عندما ياتي الى الدخول لجمهوريه مصر العربيه، او المستثمر المحلي عندما يرغب فيه. نحتاج يبقى عندنا تشريع او قانون استثمار ربما يعني يقدر يعالج كل العوار اللي كان موجود او اللي حصل فيه تعديلات في الاربع سنوات او الخمسه، لكن كمان يقدر يكون يحمل الرؤيه الجديده في التوجه الجديد على ابواب مرحله اقتصاديه جديده. محتاجين القانون يخرج مع لائحته التنفيذيه، مع صياغه غير قابله للتعديل والتاويل، مع ثبات في التشريع، حتى يمكن ان نحقق ايضا يعني معدلات مرتفعه في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر، لا سيما ان جذب الاستثمار في قطاعات الصناعه وفي قطاعات الزراعه هي دورات راسماليه طويله الاجل، فتحتاج الى مزيدا من الحمايه، مزيدا من التدقيق، مزيدا من وضوح الرؤيه ووضوح الصياغه ووضوح اليات التنفيذ لهذه القوانين. هذا اللي نادينا بيه النهارده في الجلسه الاولى في المؤتمر.